السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مستبي أمينة الشاو. كما كتشوفوا هنايا في هذا الفيديو هذا، حضرت لكم واحد واز اتاي بسيط بمكونات بسيطه وسهله ودغيا كيتحضر. بعجينه واحده صوبت بها هاد الاشكال الثلاثه المختلفه. بغيتوا تعرفوا كيفاش حضرتهم، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله يعجبكم، فرجه ممتعه. بالنسبه لهاد الحلوه هذه غادي نحتاج هنايا واحد 350 غرام ديال الزبده ماركارين تكون بحراره المطبخ. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال السكر حبيبات، كاس ديال العنبه ديال الزيت، جوج بيضات يكونوا كبار، طحين. عندي هنا واحد كيس ديال خميره الحلويات 8 غرام، عندي واحد الكيس ديال فاني ديال الفلون كراميل، عندي حبيبات ديال الفيرنيسال، وعندي واحد المعلقه ونص حتى جوج معالق ديال الكوك محمر. اول حاجه غادي نديرها بسم الله على بركه الله، كنخدم الزبده ديالي. ها هي كما كتشوفوا، ها هي واخا مالكارين ما حيت مخرجاها من الثلاجه كتكون سهله انها تخدم. غنضيف ليها السكر حبيبات ديالنا، غنجمع هي وهذا السكر حبيبات بهذا الشكل هذا. غادي نخدمها مزيان، ها هي دخلت فيها هذيك السكر ما بقاش. غادي نضيف ليها هذوك جوج بيضات حتى هما ندخلهم بسم الله. اوبس انت وحده كتكون قاصحه وصعيبه في الخدمه. ندخلها فيها حتى هي هاد البيضات. ندخل داك البيض تا هو مع ديك الزبده والسكر ديالنا. في هاد الاثناء غادا نضيف الزيت كيما لقيتكم، كاس ديال العنبه ديال الزيت. انا خدام نخدم مره ولي على هادي هاد الساشيه ديال الفلون، تخوتي عليها الزيت داكشي اللي خاصني نزرب عليهم ونديرها. واخا ما كنديرهاش حتى كنخدم انا، ملي تخولي عليها الزيت خفتها دير ليا. غادي نحاول نصبها ها هي ضفتها، هي كتعطي واحد النسمة زوينة. مغاديش ندير في هاد الحلوة هاديك الناطة، غادي ندير فيها غير الفلون ديال الكراميل. صافي دابا بقى ليا نضيف هداك جوج معالق حمرت ديال الكوك، نضيفو صافي. دابا غادي نبدا نضيف الكيك ديالي شويه بشويه، تنحس بها راه بدات كتجمع. عاد نضيف هذيك العاشقه الكبيره ديال الفيرميسيل ونضيف الخمار.
دابا غادي ندير الدقيق، طحين ديالنا ايوا، ومن نحس بها صافي قريبه تجمع عاد نضيف هذيك العشق الكبيره ديال الفيرميسيل. صافي نكمل الكميه اللي بقات ليا ديال الطحين وندير في النارتي صافي ونجمع كما قلت لكم. ندير الطحين شويه بشويه، تقريبا غتهز ليا هادي واحد كيلو حتى الكيلو ربع ديال الطحين. شتو هاكا نمشي بهاد الطريقه هادي، نخدمها ونكمل معكم. هنا كما شفتوا راني كنجمع فيها الطحين ديالي، باقا كنضيف الطحين. ها هي داك العاشق الكبير ديال الفيرميسيل، ها هي موجوده، نحس بها باش كتجمع ونضيف الفيرميسيل ونكمل بالفورس الطحين اللي بقى، نجمعها وندير الخمار ديالنا. انا دابا غادي نضيف داك الفيرميسيل ونزيدو كيما شفتو عشق كبير هاد اللي درت انا. ها هي العجين ديالي من بعد ما جمعتها، هانتوما هادوك الحبيبات ديال الفيرميسيل ها هما واش كيبان لكم ولا لا، حيت واقيلا مع البوله فوق. ها هي كتجي على هذا الشكل هذا. هنا دخلت فيها كيلو ربع ديال الطحين تقريبا، كنلولبها كنديرها كويرات على حساب المراشم اللي غنستعمل. انا غنستعمل هنا جوج الانواع ديال المراشم، المرشم الاول غيكون على شكل هلال، المرشم الثاني هذاك اللي شكل هلال غادي نطبعو قبل بالقطاعه ديال البطاطا، قطعه البطاطا واللي شكل نجمه كما كتشوفوا اللون غادي ندلكو عادي، وغادي نرشمو بالقطاعه ديال البطاطا هذاك الثاني ديالو هادي، وشكل ثاني هادي غندير هلال وغنديرها بحال هذا، وشكل ثاني تنسرحو غادي ندير هاد المدلك هذا اللي تيكون هكا مدرج وغادي نرشمو على شكل هلال. انا قلت لكم دابا شنو غادي ندير، نسرح العجين ديالي ونكمل معاكم. انا هنا شديت واحد الكميه سرحتها بين جوج وريقات جوج ميكات عفوا، بهاد الطريقه نحاولوا ما نرقوهاش حيت هادي ماشي صابلي، هادي حلوه ما كيتلاصقوش جوج، ملي كنكونوا غنلصقوا جوج كنديروها رقيقه، مي دابا غنديروا كل وحده بوحديتها. خليت شويه السمك ديالها، خليتها شويه من بعد ما سرحتها، غادي نشد هادي ديال البطاطا وغادي نبدا نرشمها بها. كما شفتوا هنا انا رشمت بهذا ديال البطاطا، كنديروه في الطحين حيت واحد البلاصه راه ما درتوش في الطحين وتهزت ليا، كنديروه في الطحين. من بعد ما رشمتو بهادي كلها العجين اللي عندي كنشد المقطع اللي هو شكل هلال، ماشي البلاصه اللي فيها هاد الموتيف هذا، في البلاصه اللي سامبل، وغادي نبدا نقطع بالهلال ديالي بهذه الطريقه. كنمشي على الطريقه تكمل الكميه كامله اللي عندي، كنسفهم في اللاطه نستفهم في اللاطه ونطلقه باش نكمل الكميه كامله اللي عندي. من بعد ما سرحت كميه اخرى ثاني بين جوج بلاستيكات، هنا درت غير المدلك العادي. دابا غادي نهز داك المدلك اللي فيه هذوك اللي مدرج بحال هكا، غادي نديه فوق منه ونجيب بحال هكا
بهذه الطريقه هذه. غادي نحيد الكاسيكه ديالي، غادي نهز نجيمه ونبدا ثاني نطراسي نجيمات ديالي، نحطهم في اللاطه بهذا الشكل هذا. نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الهلاليات والنجيمات وندوزهم ديك الساعه باش يطيبوا، ومن بعد نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الوزئتين كتير. من هاد النوع اللي درتو على شكل هلال جا على هاد الشكل هذا، هذا اللي درتو على شكل نجمه حتى هو جا على هاد الشكل. العجين ديالي خرجت منها واحد الكميه اخرى، درت بها واحد الشكل اخر، درت هاد الشكل هذا كيجي كيخرج بداك البوق كما تنقولوا له. نكمل داك الشيء كاع باقي عندي ونطيب في الفران هاد لاطاس كاملين اللي كاينين، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الدوزئتين اللي صاوبت لكم اليوم. هنا بالنسبه لهاد الحلوه اللي كتجي هكا طويله، ها هي دي من بعد ما طابت صابت واحد التعليكه فيها معلقه الجليكوز ومعلقه العسل ونص معلقه ديال الناباج. كنلصق كل جوج بهذا الشكل هذا وكندير في الجناب الفيرميسيل، نستمر تنكملهم كاملين ومن بعد نحطهم على جنب. بالنسبه لهذا الحلوه هذه، هذه على شكل هلال، هذه على شكل هلال، غادي نصاوبت هنايا شوكولات اسود ذوبته، غنضيف لي واحد الكميه ديال اللوز كونكاسي وغادي نغطسو، غادي نصب ديك الكميه ديال اللوز كونكاسي هنا في الشوكولات. انا نديرها معكم بحال هذا الشكل هذا، كنخدم العناصر كامله كنزجهم كاملين وكنبدا نغطس في النص ديال النجيمه، نخليها تتكرم وندوب ثاني الشوكولاته البيضاء ونضيف لها حتى هي هذا اللوز كونكاسي ونستمر بالعمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامل. انا غادي نخدم هاد العناصر كامله ومن بعد نتلاقى باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الدوازاتي اللي وجدت لكم اليوم. من بعد ما كملت الحلوه ديالي تزيين جات على هذا الشكل هذا. بالنسبه لدوك الهلاليات اللي رشمتهم بالمرشم ديال البطاطا كيجيو على هذا الشكل، هذوك اللي خرجتهم من هذيك ديال البوق و لصقتهم بديك التلصيقه ودرت لهم الفيرميسال. وبالنسبه لهاد النجيمات درت فيهم الشوكولاط الابيض والاسود، من بعد ما درت فيه اللوز كونكاسي. هذا هو دوازئتي اللي استعملت انا واللي حضرت للعيد ان شاء الله باذن الله. كنتمنى انه يعجبكم، سهل بسيط في متناول الجميع. تنقول لكم خوتي وخواتاتي متتبعي امينه شاو، عيد مبارك سعيد، نتمنى نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم، الى اللقاء.